السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وينما كنتم، صيام مقبول ودعاء مستجاب، وإن شاء الله ببركات هذا اليوم الفضيل يجعل الفرج لأهل غزة كالعادة منتصرين مرفوعين الرأس مجبورين خاطر يا رب العالمين. نفس السياسة ونفس الهمجية ونفس القذارة تتكرر عبر التاريخ، لأن المنفذ هو نفسه وهي الصهيونية مع اختلاف الكف اللي لابسته الإيد، سواء كانت إيد أمريكية أو إيد إسرائيلية. خليني أرجع فيكم لورا شوي. من 2003 لما بلشت الحرب مع العراق تم اغتيال 5500 عالم عراقي بظروف مجهولة، 5500 عالم بالفيزياء والكيمياء والهندسة والجينات والطب والتصنيع، كلهم تم اغتيالهم عشان يقضوا على أي نهضة محتملة للبلد إذا ظلوا هذول موجودين. نفس السيناريو بيتكرر من أول الحرب على غزة إلى الآن. زاد عدد العلماء في غزة اللي استشهدوا على أكثر من 100 عالم. تتمد إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة استهداف العلماء والأكاديميين وكذلك الأطباء والرموز والشخصيات الاعتبارية المجتمعية كذلك منها هنا في قطاع غزة. نحن هنا في منزل الدكتور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية الذي استشهد في قصف طال منزله وعدد من أفراد أسرته. في هاي الحرب قتلت عصابة الكيان عشرات من العلماء والأساتذة الجامعيين والمفكرين والمحللين السياسيين وعلماء الفيزياء، 3 رؤساء جامعات وحوالي 100 عميد وأستاذ جامعي استشهدوا في هذه الحرب. نتذكر منهم الأستاذ الدكتور الشهيد سفيان تايه، وهو عالم بالفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو كان رئيس الجامعة الإسلامية، تم استهدافه بحي الفالوج الشمال شرق مدينة غزة يوم 3 ديسمبر 2023. طبعا الله يرحمه ارتقى هو وكل عائلته. البرج بيتعمر، البيت بينبنى والشارع بينفتح وبيتعبد، بس العالم صعب يتعوض لأنه هو حجر زاوية النهضة. كان على قائمة الاستهداف بذكر أيضا الدكتور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية الله يرحمه ويتقبله، تخرج من تحت أيديه آلاف الطلاب تم استهدافه وقتله بنفس الطريقة. بحسب المرصد الأورومتوسطي تتمتع فلسطين وغزة على وجه الخصوص بواحدة من أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة، تتميز بالعقول الفذة، عشان هيك تعمدت عصابة الاحتلال أنها تستهدف العقول، أنها تقدر حجر الزاوية بالبحث والتدريس والترجمة الأفكار إلى مشاريع نهضة. من اللي استهدفتهم طائرات الاحتلال الشهيد أمين البهيتي، كان مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة الأزهر، والشهيد أدم حسوني أستاذ جامعي بجامعة غزة والأقصى، استشهد هو وعائلته جميعا بغارة على منزله بنفس الطريقة السابقة. واحدة من محاولاتهم البائسة لجيش المرتزقة أنهم بيحاولوا يطمسوا أي تاريخ، هذول عندهم حساسية من التاريخ أصلاً لأنهم بالأصل بلا تاريخ، فراحوا اغتالوا الدكتور جهاد المصري وهو مؤرخ وأستاذ جامعي ومدير فرع جامعة القدس المفتوحة في خان يونس، واغتالوا الدكتور سعيد الدهشان وإبراهيم الأصطل
ورائد القدوة والعشرات العشرات من صفوة الصفوة من شعب غزة. الأصعب من تقبل فكرة قتل العلماء والمفكرين والمؤرخين في غزة بهاي الحرب الهمجية البربرية إنه كل إشي له علاقة بالعلم مستهدف: المدرسة، المركز التعليمي، المستشفى، المختبر، المصنع، مركز الأبحاث، وحتى الجامعات. الجامعة الإسلامية بغزة على سبيل المثال بتاريخها، بأرشيفها، بمختبراتها، بمكتبتها تم تدميرها بالكامل. جامعة الأزهر بغزة كمان، هذا الصرح التعليمي الجميل اللي كان فيه أكثر من 15,000 طالب وطالبة وأكثر من 600 أكاديمي تم تدميره بالكامل، وحولوا حرم الجامعة لمكان الآليات. تحس إنه في عندهم نزعة انتقام من كل إشي اسمه علم ومعرفة. غزة، نتابع معكم هذه اللقطات التي وردت إلينا والتي تظهر قصفاً إسرائيلياً عنيفاً على منطقة جامعة الأزهر، كما نقل لنا مراسل العربي قبل قليل من غلاف غزة هذه الغارات التي شهدناها قبل قليل. ما هذه؟ هذه غارات استهدفت محيط جامعة الأزهر في قطاع غزة. جامعة الإسراء في غزة، يمكن لأنه اسمها بيستفز الاحتلال كثير، قصفوها بالدبابات لما قالت بس، ولما يأس فخخ الجامعة كلها هذا الاحتلال بكل ما تحوي من صفوف دراسية، مختبرات علمية، وثائق، كتب، تاريخ، علم، فقه، كل شيء فخخوا الجامعة وفجروها بكبسة زر. لأنه الأسامي زي ما حكينا بتستفز، كمان دمر جامعة فلسطين بالكامل، فخخ المبنى بشكل كامل ونسفها مرة واحدة. كل اللي شفناه الآن بيأكد إنه الحرب مش على المقاومة ولا على حماس ولا عشان يحرروا كم من رهينة موجودين، الحرب على وجود الإنسان الفلسطيني. بدهم يفككوا الإنسان الفلسطيني، بعدين بيسهل تفكيك المقاومة. 203 مدارس في غزة تم تدميرها بالكامل، 6 جامعات تم تسويتها بالأرض وتدميرها بالكامل، 88,000 طالب جامعي بلا أمل العودة إلى جامعاتهم، 500,000 طالب على مقاعد الدراسة، غير أنه عدد الأطفال الطلاب المدارس اللي استشهدوا لحد الآن يقال بأنهم أكثر من 5,000 طالب.
آخر الكلام، مهما حاولوا، مهما جربوا، مهما دمروا، مهما فجروا، هذه الأرض ولادة، أرض غزة خصبة. بتفجروا جامعة بنبس بداله 10، بندفن عالم بيطلع بداله 10. غزة مثل حبة القمح اللي بتنبت 7 سنابل. عريضش يا زلمة، هذه روح الروح. يلا روح من هنا انت، يا روح بعد العصر. روح مش عارف ايش اليوم. يا ثلاثة 26 ديسمبر. يوم زي اي يوم. طب مين شاطر عددنا؟ ساتردي ساندي ماندي تيوزداي وينزداي. جبنا فيه نيم نكتب معك الساعة. الاسم كلاس صف مين؟ انجليزي جاوبي؟ لا.